السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عالم هبة. إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي، نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله. اليوم جيتكم بثلاث أنواع من الفونديشن، الفوندوتان للبشرة الجافة وبيبي كريم أيضا للبشرة الجافة، هي من أفضل أنواع كريم الأساس اللي جربتها وما نستغناش عليها. هذه أنواع الفونديشن اللي أنا جربتها وحبيت نعطيكم رأيي فيها بكل صراحة، ومعها اثنين أنواع من الباودر المثبت لكريم الأساس، نوعين مختلفين جربتهم ونعطيكم رأيي فيهم أيضا بكل صراحة. إن استخدام كريم الأساس الفوندوتان يعد خطوة مهمة قبل المكياج، لأنه يوحد لون الوجه ويخفي عيوب البشرة كاملة. الفوندوتان لازم تختاريها نوعية جيدة، لأنه هذا في مصلحة بشرتك، اعملي لها ميزانية خاصة واشتريها. لا تختاري النوعية الرديئة، لأنه راح تأثر على البشرة وعلى مسام البشرة والتجاعيد والحفر والثقوب والندوب والترهلات وعلامات التقدم في السن والجفاف. إما أن يكون فوندوتان نوعية جيدة أو لا تستعمليه، هذه هي نصيحتي. طبعا قبل وضع الفونديشن أو بيبي كريم، ضروري من تنظيف البشرة بالغسول ووضع التونر المناسب وترطيبها بالمرطب المناسب ووضع البرايمر ليكون عازل بين طبقة المكياج وسمومه والبشرة وواقي الشمس، ثم تأتي مرحلة الفونديشن أو بيبي كريم. نبدأ أولا بالكريم الأول اللي ما نستغناش عليه، بيبي كريم من ماركة فلورماغ، نستعمله يوميا، يعني إذا كنت خارجة من البيت نستعمله استعمال دائم ويومي بناسب البشرة تاعي. لاحظت أنه يبقي البشرة رطبة وناعمة، يعطيني تغطية طبيعية لبشرتي وخالي من البرابين وخالي من الزيوت، حيث أنه رطب لي البشرة. بإمكانكم استعماله يوميا، هو عنده ملمس ناعم وخفيف على البشرة، هذا يناسب بشرتي لأنها جافة. وبإمكانكم اختيار الماركة هذه للبشرة الدهنية أو الحساسة أو المختلطة. رائع هذا بيبي كريم. ننتقل الآن إلى كريم الأساس الموالي، هو ماركة ماك ستوديو من ماركة ماك، مشهورة عالميا. لما نستعمله على بشرتي الجافة يتوزع بطريقة رائعة، أعطاني تمييه، لأنه هذا الفونديشن يعني ثقيل، يعني سميك شوية، لا يصلح للاستعمال اليومي، توزع بسهولة على البشرة، لكن لازم أحيانا نخلط معاها زيت جونسون للأطفال، نخلط معاه قليل من زيت جونسون للأطفال ونستعمله. أنا أفضله يعني في المناسبات، لأنه غالي الثمن، باش يكفيك لمدة طويلة، لا تستعمليه يوميا. دايما لما نستعمله يعطيني تغطية شاملة وقوية للبشرة، يرطب الوجه، لأنه اخترته لبشرتي الجافة. هذه العبوة عندها الـ SPF 30، لا تتضرر البشرة من الإضاءة القوية، فيه تغطية شاملة، لا أحتاج إلى إعادة استعماله، يعني مدة 12 ساعة حتى 13 ساعة يخفي كل عيوب البشرة وكل التعب لا يظهر، يعني كأنك لا تضعين مكياج. أنا لا أضع المكياج يوميا، لكن هذا أفضله في المناسبات. كريم الأساس الثالث هو نايكد سكين من ماركة سيفورا، خفيف جدا على البشرة الجافة، هو سائل ويتناسب مع لون رقبتي ووجهي. قبل استعماله قومي برج القنينة واستعمليه. ماركة سيفورا معروفة عالميا، يعني ماركة رائعة. لاحظت أنه يبقي البشرة محتفظة بلونها الطبيعي، يعزز جمال ونضارة البشرة، يترك الوجه مضيء مميه مرطب. أنصح باستعماله بالبيوتي بلندر، هو ممتاز ولا أنوي تبديله أبدا، لأنه ناسب بشرتي وهو يتكيف بشكل جيد مع بشرتي، يوحد لون الوجه، يعطي تغطية مثالية للوجه وصالح للاستعمال اليومي. أنا اخترته خاص بالبشرة الجافة، بإمكانكم اختيار النوع الخاص بالبشرة الدهنية أو الحساسة أو المختلطة. النوع الرابع هو من ماركة فلورماغ، اسمه بيرفكت كوفراج، التغطية الخاصة به تدوم لساعات، سميك شوية، الاس بي اف تاعو 15. أنا بشرتي جافة اخترته لا يلمع، لا يجفف البشرة، يعطيك تغطية كاملة. أنا لا استعمله دائما لأني أفضل البيبي كريم. هذا فيما يخص الفونديشن والفوندوتان وبيبي كريم اللي نستعملهم شخصيا لبشرتي الجافة. ننتقل الآن إلى الباودر المثبت للفوندوتان اللي نستعمله شخصيا، وراح نعطيكم رأيي فيه بكل صراحة ومصداقية. النوع الأول المثبت للفوندوتان هو باودر من ماركة فلورماغ، جربته لشهور عديدة، هو يثبت الفوندوتان
لما نستعمل الفوندوتان أو البيبي كريم ونحطه فوقه مباشرة نحسه ما يجففش البشرة، لكن ليس بالدرجة الكبيرة. يعجبني لكن ليس 100%. يثبت لي الفوندوتان بطريقة جيدة لكن لا تدوم لساعات طويلة. نوعيته جيدة لكن ليست يعني توب. وقررت نبدل ورحت اشتريت من ماركة سيفورا هذا النوع، اسمه إغبان ديكاي، هو بودر مثبت للفوندوتان من ماركة سيفورا، رقيق جدا على البشرة، بودرة شفافة لونها أبيض، تثبت الفونديشن الفوندوتان دون أن تصبغ الوجه. أحسها بودرة مخفية لا تظهر على البشرة نهائي، هو مضاد للمعان، لا أشعر به على بشرتي، يمتص الزهم من البشرة ومهدئ للوجه. لما نستعمله أحس كأني لا أضع بودر، خصوصا لما نستعمله فوق البيبي كريم قوامه يختفي من البشرة، يعطيك التثبيت على الوجه والرقبة دون أن يترك لون، هو شفاف. فأنك لا تضعين بودر الفوندوتان. هذه هي أنواع كريمات الأساس وبودر المثبت وبيبي كريم اللي نستعملهم شخصيا وما نستغناش عنهم. ضروري من إزالة المكياج قبل النوم، هذه نصيحتي، أزيلوه تماما ورطبوا البشرة بعد ذلك. وما تنسوش شرب لترين من الماء يوميا ووضع البرايمر وواقي الشمس قبل المكياج. ما تنسوش تشتركوا في قناتي الثانية Everything with هبة، وتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك، وان شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم. شكرا بزاف بزاف، والى اللقاء. سلام.